للمزيد من التفاصيل حول المشهد السوري وآخر التطورات السياسية والعسكرية فيه، ينضم إلينا عبر سكايب عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان من مدينة إسطنبول التركية. أهلا بكم أستاذ ياسر. أهلا بكم، مساء الخير وتحياتي لكم وللسادة المشاهدين، وكل عام وأنتم بخير. أنتم بخير أستاذ ياسر. ما مدى صحة توقعات حول تحييد الأسد وتعزيز الدور الروسي بالمبعوث الرئاسي الجديد في سوريا؟ روسيا تبعث برسائل إلى أطراف دولية وسورية متعددة، تقول فيها بأنها تمسك ببشار الأسد ورقة لتبيعها، وتعرض هذه الورقة في البازار من أجل أن يأتي الطرف الذي يدفع لها ثمنا لهذه الورقة. روسيا منذ فترة باتت تتململ من الأسد، باتت تشعر بأنه الأسد يشكل عبئا عليها. هي حتى الآن لم تحصد ثمرة تدخلها العسكري من خلال حل سياسي يضمن لها مصالحها ونفوذها في سوريا والمنطقة على مدى المتوسط والبعيد، وبالتالي كل ما قامت به مهدد أن ينهار في لحظة. التقرير الأخير الصادر عن مركز البحوث الاستراتيجية الخارجية التابع للكرملين أو القريب من الكرملين والذي يترأسه وزير خارجية سابق يقول بأنه الأسد غير قادر على السيطرة على البلاد، والأسد فاقد للشعبية، وبالتالي يعني هذا كله يشير من خلال يعني تقصيات واستبيانات قام فيها بها هذا المركز ومراكز أخرى بأنه يعني روسيا لن يستطيع الأسد في وقت قادم أن يحافظ لها على مصالحها. هي تطرح هذه الورقة من أجل أن تقبض ثمنا من أطراف دولية أخرى لتجري اتفاق سياسي مقابله يعني تستغني عن الأسد. لكن النقاط الأخرى المثيرة أيضا يعني للاهتمام بأنه باتجاهات أخرى قانون سيزر قاب قوسين أو أدنى يدخل حيز التنفيذ، والذي سيمنع أي علاقة لأي كيان سواء كان حكومي أو خاص، شخصيات أو دول، شركات أو مؤسسات تتعامل مع الأسد اقتصاديا. سيفرض عقوبات على هذه الأجسام. وأيضا وباتجاه آخر، التقارير التي صدرت عن منظمات حقوقية دولية مستقلة تثبت بالآونة الأخيرة هوية المتورطين بجرائم استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا. تقرير صادر من فريق تحديد الهوية يقول بأنه القوى الجوية السورية متورط باستخدام السلاح الكيميائي في اللطامنة ب 2017، ويقول بأن هذه الجرائم ذات طبيعة لا يمكن أن تستخدم إلا إذا ما تلقت هذه القوات الجوية أوامر من القيادات العسكرية العليا في سوريا. كذلك الأمر تقرير آخر يؤكد بأن استهداف المشافي والمدارس والمخابز في منطقة إدلب والشمال السوري والمناطق المجاورة جرى يعني شكل متعمد من قبل طيران الأسد والطيران الروسي، وهذه الأعيان المدنية هي أعيان مدنية وليست مراكز عسكرية. الانهيار الاقتصادي والصراع في أوساط الطائفة. أستاذ ياسر، إلى أي مدى تظن أن هنالك إجماع دولي هذه المرة على أن الأسد لم يعد الورقة الصالحة لهذه المرحلة والمرحلة المقبلة، ودليل تفعيل قانون سيزر الذي أشرت إليه؟ يعني أنا لا أقول أنه إجماع دولي حتى الآن حصل على آلية التنفيذ، لكن هناك إجماع نتحدث قديم. على الأقل على طرفين الأمريكي والروسي. تمام، أنا أقول بأنه هناك يعني آليات التنفيذ أو خطة التنفيذ حتى الآن لم يتم التوافق عليها، لكن كمبدأ عام هناك تفاهمات كبرى. هذه التفاهمات قام عليها الحل السياسي، أسس الحل السياسي قامت عليها من خلال اعتماد بيان جنيفي الذي يقول في نصه بأنه يعني هناك مرحلة انتقالية تتشكل فيها هيئة حكم انتقالي. هذه الهيئة يعني بالتوافق والتراضي ما بين الأطراف يتم تشكيلها المعارضة والنظام، وبالتالي لا يمكن أن تقبل المعارضة بوجود بشار الأسد بعد كل هذه التضحيات التي قدمها الشعب السوري، وأيضا يعني لا يمكن إعادة تأهيله كونه مجرم حرب بتقارير دولية صادرة. حتى قانون سيزر على فكرة بشكل خاص يقول في المادة 301 والذي يجيز تعليق العقوبات كليا أو جزئيا إذا ما كفت حكومة نظام الأسد عن اعتقال
السياسيين بشكل قسري، وإذا ما كفت عن استخدام الأسلحة الكيميائية وعلى استهداف المشافي والمدارس وقتل المدنيين، وبمعنى آخر بأنه متورط بكل هذه الأفعال الموصوفة بنص هذه المادة. لا يمكن، الجميع يعرف تماما بأنه الأسد غير قابل لإعادة الإنتاج والتأهيل، الخلاف على البديل، الخلاف أنه والخلاف على الزمن. نتحدث عن البديل، والحديث عن البديل ربما نوجه هذا السؤال لكم أنتم في الائتلاف، ما هي الأوراق المعدة في هذا الصدد للتعامل مع هذه التغيرات في المرحلة المقبلة؟ بالتأكيد يجب أن يعني تكون المفاوضات جدية، يجب أن تكون المفاوضات في صلب القضية، في صلب المشكلة اللي هي موضوع الانتقال السياسي. بالتأكيد يجب إبعاد كل مجرمين الحرب. هناك تقارير دولية صادرة عن لجان التحقيق في الأمم المتحدة، سواء مجلس حقوق الإنسان أو الجمعية العامة، لديهم لوائح. يعني في وقت سابق أشاروا إلى 200 شخصية من رموز النظام مسؤولون عن أعطاء الأوامر لارتكاب جرائم حرب بحق المعتقلين على سبيل المثال. هؤلاء 200 شخصية يعني يجب أن يذهبوا خارج التفاهمات السياسية، ويجب أن يعني نبحث آليات تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا بشأنهم. باتجاه آخر بالنسبة يعني إلى مسألة أعمال اللجنة الدستورية المعطلة أصلا بسبب النظام، يجب أن تكون تستمر بضغط على النظام بالتوازي مع البحث آليات البيئة الآمنة. لا يمكن اعتماد دستور من دون تحقيق بيئة آمنة تضمن للسوريين الاستفتاء على هذا الدستور بشكل حر ومستقل ونزيه من دون ضغوطات، وأيضا تضمن عودة المهجرين. كيف يعود 13 مليون سوري خارج بيوتهم؟ يجب أن نحقق بيئة آمنة، نضمن بيئة آمنة تدفع السوريين، تحقق لهم فرص ودوافع العودة الآمنة والكريمة والطوعية إلى مناطقهم. كذلك الأمر فيما بعد، بعد كل هذه الإجراءات، أنا أقول بعد ما يعني مرحلة الانتقال السياسي، بالنتيجة الشعب السوري هو من يختار ممثليه من خلال انتخابات حرة نزيهة يستبعد منها مجرمو الحرب. شكرا جزيلا لكم عضو الائتلاف السوري المعارض ياسر الفرحان، كنت معنا من مدينة اسطنبول تركيا عبر سكايب.